السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي لغات في قناتكم لتسلير. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده معانا مع مادة الساينس حل أسئلة المتميز لامتحان شهر نوفمبر. قبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا نعمل لايك وشير للفيديو ونعمل كمان سبسكرايب عندنا في القناة. ان شاء الله نزل لكم حل امتحان الاي سي تي، يعني امتحانات المذكرة المتميز للاي سي تي والمهارات واهو الساينس، وباذن الله بكرة هيكون عندكم الماس. فيلا بينا نبدأ جريد 4. question number 1، الاول هناخد concept 1.3. number 1، light travel in straight line، الضوء عندي بيمشي في خطوط straight أو مستقيمة. Number two, which of the following organs are working together for seeing different objects؟ الـ organs أو الأعضاء اللي بتشتغل مع بعضها علشان تقدر تشوف طبعا الـ eyes and the brain، عينيك وكمان البرين بتاعك. Number three, the organ that is responsible for the sense of sight، الأورجان اللي مسؤول عن السايت أو الرؤية أو النظر هو الآي. Number 4، all the following things are considered as light source، مصدر لمصادر الضوء except ما عدا طبعا your eyes، عينيك ما تعتبرش light source. أما الفاير، السن، اللايت لامب، التورش، الكاندل، كلهم light sources. Number 5، which of the following is a source of light، أي واحدة منهم source of light؟ المون؟ لا. الأيز؟ لا. الفاير. Number 6، all the following considered as a source of light except، ما عدا مين؟ المون. المون قلنا بيعمل reflect للsun ray. Number 7، eyes glow and it can see in dark، مين اللي عينيها بتشع ضوء وكمان تقدر تشوف في الظلمة؟ الفيشنج كات. Number 8، نقط energy affect the sensory receptors in the eye causing vision، عندي حاجة بتسبب رؤية للعين أو بتأثر على عينيا، طبعا اللايت energy الطاقة الضوئية. Number 9، humans have نقط eye than nocturnal animal، الهيومن عنده smaller eyes، عينيه صغيرة عن النكتيرنال أنيمال الحيوانات الليلية. Number 10، from transparent objects، من خلال المواد الترانسبيرنت أو من المواد الترانسبيرنت طبعا اللينس أو عدسات النظارة. Number 11، all of the following are transparent objects، كلهم مواد transparent شفافة except ما عدا طبعا البيبر، أما الاير والووتر والجلاس كلهم transparent بس البيبر اسمها ايه؟ opaque objects. Number 12، all of the following are forms of codes، كلهم عبارة عن codes أو شفرات except ما عدا thumb up طبعا code، faces expressions codes، writing طبعا code، أما swimming فلا. Number 13، sense organs collect information and send signal to brain، الأورجانز بتاعتي بتجمع الانفورميشن وبتبعت السيجنالز دي للبرين علشان يعمل بيها بروسيس. Number 14، reading and writing، الكتابة والقراءة are common styles of communication in، طبعا انت بس اللي بتستخدم الـ reading and reading طبعا الهيومنز. Number 15، raising the thumb up، لما ترفع صباعك تعمل لايك، or lowering it أو إنك تنزله تعمل dislike، is a type of codes، ده نوع من أنواع الكودز أو الشفرات. Number 16، metal and wood are not material، المتال والوود opaque معتمين ما أقدرش أشوف من خلاله. Number 17، animals can communicate with each other، الأنيمال ممكن يتواصلوا من خلال الساوند زي الويل الهامباك ويلز، وزي اللايت زي الفاير فلاي بيتلز. Number 18، a firefly is not a bird but it is a type of beetles، الخنافس. Number 19،
All of this is material. كل المواد دي are opaque. معتمة. ما أقدرش أشوف من وراها. Except ما عدا مين؟ الووتر. ليه؟ الووتر transparent. Number 20. It produce chemical reaction inside its body. بيعملوا تفاعل كيميائي جوه جسمهم. طبعا الفاير فلايز وده اللي مسؤول عن إخراج. Question 2. True or false. Number 1. Light travel in a straight line. طبعا it's right. Number 2. The air is the sense organ responsible for seeing object. هل الأذن بتاعتك بتقدر تشوف؟ طبعا it's wrong. أمال بتعمل إيه؟ Hearing. بقدر أسمع. Number 3. Nocturnal animal. الحيوانات اللي بتبقى active بالليل have bigger eyes than human. أيوة it's right. Number 4. The fishing cat can't hunt in the dark. لا ده اسمها nocturnal animal يعني بتقدر تشوف وتصطاد بالليل. Number 5. Both human and animal need light to see. أيوة الحيوانات والإنسان بيحتاجوا لحتى النكترنال أنيمال بتحتاج لسام لايت بعض الضوء. Number 6. Nocturnal animal have eyes larger than human. أيوة. Number 7. Some animals can see clearly at night such as a fishing cat. بعض الحيوانات بتقدر تشوف بالليل زي الفيشنج كات. طبعا it's right. Number 8. The human eyes can see in the dark clearly. انت تقدر تشوف في الظلمة بوضوح. طبعا it's wrong. Number 9. The moon is a source of light. لا هو مش مصدر من مصادر الضوء. السن تعتبر a source of light. Number 10. The light reflection depend on smoothness of object surface. هل ال light reflections أو انعكاس الضوء بيعتمد على السموثنس أو الحاجة النعومة بتاعة السيرفس؟ أيوة لو حاجة ناعمة زي الميرور بتختلف الريفليكشن بتاعها عن مثلا لو حاجة رف زي الكلوزس. Number 11. If I can see my face. لو أنا أقدر أشوف وشي كويس جدا on a surface. This is mean that is a smooth shiny surface. أيوة وده بيكون الميرور. انت لما تقدر تشوف وشك او وجهك جوه سيرفس سطح فده مش بيحصل غير في الميرور في المراية. والمراية دي بتبقى سموث وشايني بتلمع ونعمة. Number 12. Painted surface ان احنا ندهن الاسطح reflects light in one direction. البنتد سيرفس زي مثلا الترابيزة اللي عندك الحيطة اللي عندك بدي بتعمل reflect لللايت in all direction. لأ in one direction. لأ ده بتعمل in all direction. Number 13. Shadow formed when light hits transparent object. لأ الشادو بيتكون أو الظل اللي بيتكون لما الضوء بيخبط أو بيصطدم في opaque objects. Number 14. Wood is transparent object that allow light to pass through it. هل الود transparent؟ هل الود شفاف زي الووتر والاير؟ لأ ده الود opaque. Number 15. Opaque material don't allow light to pass through it. طبعا it's right. Speaking, writing are way. التحدث والكتابة هي طرق من communicate with people. أيوة أنا بتكلم وبكتب والناس بتفهمني. Number 17. Human use light to communicate such as using traffic light. طبعا. Number 18. Red and green traffic lights are codes. أيوة بفهم إن لما إشارة تعمل عند red أنا بقف. لما بتعمل green أنا بمشي. يبقى ده عبارة عن إيه؟ codes. Number 19. Speaking is the only way to communicate with people. هل التحدث بس هو الاتصال ما بينك وما بين الناس؟ طبعا لا ده في حاجات كتير. Number 20. Different language have similar code. هل اللانجوج زي الأرابيك لانجوج والإنجليش لانجوج عندهم نفس السيميلر كودز الليترز؟ طبعا لا. Number 1. The form energy that can be seen is. انت تقدر تشوف ايه؟ اللايت انرجي. Number 2. Light travel in straight line او خطوط مستقيمة. Number 3. نقط is the organ that we can use to receive light. احنا بنشوف بايه او بنستقبل الضوء بايه؟ بالأرض. Number 4.
You can see the object due to the نقط of light. تقدر تشوف عن طريق الرفليكشن. لازم يحصل رفليكشن للضوء علشان تقدر تشوف. Number five. نقط ونقط ونقط are the source of light. مصادر للضوء. Sun مصدر للضوء. Fire النار مصدر للضوء. Candle الشمع مصدر للضوء. Number six. The mirror-like membrane in fishing cat eyes considered as a structure. حاجة موجودة جوا جسمها. Number seven. The eye pupils of the owl and fishing cat is not than the eye pupils of the human. Bigger طبعا أكبر. Wider. الاثنين صح. Number eight. Smooth surface reflect light in. اللي سموث زي الميرور بتعمل ريفلكت ان ايه one direction في اتجاه واحد. نمبر 9 rough material reflect light نقط than smooth material. الرف material بتعمل ريفلكت طبعا بتعمل ريفلكت للزان الترانسبيرنت او سوري للزان اللي سموث زي الميرور. نمبر 10 fireflies use the sense of تستخدم حاسة ايه to communicate with each other طبعا السايت علشان لازم يشوفوا اللايت اللي هم بيخرجوا. Number 11 ears of human detect ودانك بقى الأذن بتاعتك بتعمل detect المين للساوند انرجي while eyes detect اللايت انرجي. Number 12 نوت is considered an example for transparent material الووتر الجلاس. نمبر 13 اوبيك اوبجكت البوك الكلوزس. نمبر 14 اير اند ووتر ار ترانسبيرنت. كويستشن 4 بيقول ساينتفك تيرم. نمبر 1 ا ديفايس هيومن يوز تو سي ان ذا دارك طبعا. نمبر 2 اوبجكت ذات ايميتس ذير اون لايت أجسام بتشع الضوء بتاعها the source of light مصادر النور أو مصادر الضوء. Number 3 a type of wild cats that have eyes glow at night. القطة مين بقى اللي عندنا الفيشنج كات. Number 4 body appears in the sky بيظهر منور في السماء but it is not considered as a source of light بس هو مش مصدر للضوء طبعا المون. Number 5 they are material reflect the light ray in one direction اللي بيبقى one direction اللي smooth and shiny material. Number 6 a type of surface that reflect light in different direction a rough surface. Number 7 the objects which allow light to pass through them اللي هم طبعا transparent. Number 8 it is a visible form شكل من اشكال الطاقه of energy that travel in form of waves طبعا شكل من اشكال الطاقه الفيزيبل او المرئيه اللي اقدر اشوفها هي اللايت انرجي. Number 9 the sense organ that can detect light هو الاي عينيك. Number 10 the material which don't allow light to pass through them طبعا الاوبيك. Number 11 it is bad friend that has meaning لمعنى الكودز. 12 it is codes that use symbols in a pattern to give a specific meaning according to the arrangements of letter in world writing. اخر حاجه number 13 it is code in form of sound used to transfer information طبعا اللانجوج لما احنا نتكلم. Question 5 بيقول give reason أول سؤال fishing cats eye glow in the dark ليه الفيشنج كات عينيها بقى بتلمع في الظلام أو الظلمة اللي because it has mirror like membrane هي عندها غشاء like membrane at the back of its eye which reflect light الغشاء ده موجود في آخر عينيها وبيعمل reflect المين لللايت. Number 2 nocturnal animal الحيوانات اللي
تكون active بالليل. Can see better at night. اللي بتقدر تشوف بالليل. اللي because of mirror-like membrane. الغشاء اللي عندها بقى at the back of their eye. بيعمل ايه؟ بيعمل reflect للlight fall on it. ايه ده؟ مس ده نفس الإجابة اللي فوق. اه. من نكترنا الانيمال منها الفيشنج كات. Number three. Sun is considered a source of light. ليه الشمس مصدر للضوء؟ Because it emits light. هي بتشع أو بتخرج عندنا الضوء بتاعها. ليه برضو ده من الأسئلة الـ very very important. الموون is not considered as source of light. ليه الموون وإحنا بنشوفه منور في الليل في السماء ما يعتبرش عندي source of light؟ قالي because it reflects sunlight. ده مش الضوء بتاعه، ده ضوء الصن وهو بيعمل له إيه؟ reflects. Number five. We can see object when light fall on it. إحنا نقدر نشوف الأجسام لما light fall it، لما الضوء يقع عليها because it reflect reflection. الضوء بيقع عليها fall on وبعد كده يعمل reflect على عيني. Number six. The pupils of the nocturnal animals' eyes open wider than humans' eyes. ليه عندهم ال pupils أوسع مننا؟ اللي to allow more light to enter their eyes، عشان يسمح لمجموعة كبيرة من اللايت إن تدخل عينيهم وبكده يقدروا يشوفوا بالليل. Number seven. A mirror can reflect light better than painted surface. ليه المرايات بتقدر تعمل reflect للضوء أحسن من البنتد سيرفيس أو الأسطح المدهونة؟ اللي because the mirror is more smooth أنعم and shiny than painted surface. Number eight. You can see an object placed behind a glass cup. عندك glass كوباية. ليه انت بتقدر تشوف من وراها او بتقدر تشوف اي حاجة محطوطة جواها؟ قالي because it is glass transparent. لان هي شفافة. Transparent object allow light to pass through. Number nine. Will light fall on mirror. ليه الضوء لما يسقط على مرآة؟ It reflect in one direction. بيعمل له reflect في اتجاه واحد. قلنا علشان ده shiny and smooth. Number 10. Shadow الظل is formed when light fall on an opaque object. لأن الـ opaque object مش بيسمح له إنه يعدي. Because opaque object doesn't allow light to pass through. Number 11. The human body form a shadow. ليه انت جسمك بيعمل shadow when light fall on it؟ لأن جسمي opaque. Because human body is opaque object. Don't allow light to pass through it. Number 12. Fireflies petals produce different patterns of flashlight. ليه البيتلز أو الخنافس دي بتطلع عندي light أو ضوء؟ قالي علشان في حاجة بيعملوها كده علشان يعملوا warn تحذير من البريديتور، وكمان علشان يعملوا attract mate علشان يعملوا mating أو يتجوزوا. To communicate with each other. Number 13. Fireflies produce chemical reaction inside their bodies. هما بيحصل جواهم chemical reaction علشان يخرج عندي light. To light up and to communicate with each other. Number 14. Human use reading, writing and speaking. ليه احنا بنستعمل الكتابة، القراءة والتحدث علشان نتواصل. To communicate with each other. Number 15. The symbols, الحروف أو letters that are used in writing have a specific pattern. ليه عندي letter A كده والletter B كده والletter ألف كده؟ ليه عندي specific pattern؟ اللي to give a specific meaning علشان تدي عندي معاني معينة according to arrangement of letters. تمام؟ Question 6 اللي هو A. What happened if? Number 1. The fishing cat eye don't have mirror-like membrane. ليه الفيشنج كات؟ لا مش ليه بقى؟ إيه اللي يحصل لو الفيشنج كات ما عندهاش mirror-like membrane؟ مش هتقدر تشوف بالليل أو مش هتقدر تشوف في الظلمة. They cannot see clearly at night. Number 2. إيه اللي يحصل لما light fall on book؟ اللي يحصل لما اللايت الضوء يقع على الكتاب؟ هيحصل له reflection in different direction. Light ray reflect to our eyes so we can see the book. Number 3. When the light fall on the smooth and shiny surface as a mirror, light ray will reflect in one direction. Number 4. The light fall on rough. الضوء يقع بقى على سطح خشن. هيحصل له ايه؟ Light ray will reflect in different direction. Number 5.
light fall on transparent objects glass window. الضوء يقع على سطح شفاف زي الزجاج أو الشباك اللي عندك. The wall light will pass through it and I can see objects through it. أنا الضوء هيعدي جواه بقى مش هيعمله مش هيوقفه وكمان أنا أقدر أشوف من خلال الشباك. Number 6 when firefly want to attract a mate to reproduce هيعملوا ايه علشان يعملوا attract للميت؟ هيعملوا light. It produces chemical reaction inside its body to light up. Number 7 when firefly beetles want to communicate هيعملوا ايه لو حبوا يعملوا communicate؟ هيعملوا reaction chemical reaction inside its body to light up وينوروا. Number 8 the traffic light become red while you are going to crossroad. ايه اللي يحصل لما traffic light إشارة المرور تبقى red؟ انت هتقف. The eyes send message to brain عناية هترسل رسالة للمخ. البرين بروسيس انفورميشن ويعمل لك ستوب ووكينج او يوقف. كويستشن 7 بيقول لي كروس ذا اود وورد طلع الكلمه المختلفه عندي. نمبر 1 فاير مون سان لايت بالب طبعا المون. ليه بقى؟ لان دول كلهم عباره عن سورس اوف لايت مصادر للضوء اما المون لا. نمبر 2 وود جلاس اب بوك وول طبعا الجلاس كاب. ليه؟ لانه كلهم اوبيك والجلاس كاب ترانسبيرنت. نمبر 3 لامب فاير مون كاندل برضو المون لانه كلهم سورسز اوف لايت ما عدا المون. نمبر 4 باتس فاير فلايز بلنت بيرسون كين والدولفين. الدولفين والبلند بيرسون كين والباتس بيستعملوا الايكولوكيشن اما الفاير فلايز بتستعمل اللايت. Reading, writing, echolocation, echolocation لأن الاثنين دول بيستعملهم الهيومن to communicate أما الإيكولوكيشن فبيستعملها الأنيمال. Question number 8 answer the following questions. Give one example اديني مثال واحد. Transparent material مادة بتكون شفافة لسه قايلين الجلاس كاب. الووتر الاير. Number B an opaque material الكلوزس البوك الوول. Number C, objects that are considered as a source of light, مصدر للضوء, الصن, الكاندلز, البالب. Look at the following figures and answer the questions. Which surface represent reflection of light ray from mirror? طبعا المرور هو figure A. ليه؟ كلهم حصل لهم reflected A in one place أو in one direction. يبقى اللي بيمثل عندي ميرور هو فيجر A. نمبر B light travel in straight line خطوط مستقيمة. نمبر 3 it is a push or pull that is applied on an object cause it to change. البوش والبول طبعا دي الفورس القوة. نمبر 4 the force that pulls object towards the center of the earth هي الجرافيتي. آخر سؤال عندنا a change تغير in the position of an object relative to a fixed starting point تغير في البوزيشن على طول هي الموشن. وبكده جريد 4 نكون خلصنا مراجعة الساينس لمادة مراجعة شهر نوفمبر لمادة الساينس من مذكرة المتميز. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير عندنا وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتتابعوا عندنا الاي سي تي وعندكم فيديو الاي سي تي نزل وكمان فيديو المهارات وادي فيديو الساينس وكده فاضل لكم ان شاء الله فيديو الماث. اسيبكم في رعاية الله وفضله. مع السلامة.